معاشر الأحبة، عندما يتأمل الإنسان في هذه الدنيا يرى أن لها نهايات، فالصحة نهايتها بالمرض، والغنى نهايته بالفقر، والحكم نهايته بالزوال، والدنيا بأكملها نهايتها بالموت، والحياة يقلبها الله جل وعلا كيفما يشاء. فالعبد المؤمن يفكر دائما في النهايات. قال أحد السلف عليه رحمة الله تعالى: من تساوى يومه بأمسه، من تساوى يومه بأمسه فهو مقبول، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. العبد المؤمن يتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا كانت نهاية الصحة مرض بلا طاعة، ونهاية الفراغ معصية مع غفلة، ماذا عساكم أن تنتظرون؟ قال ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كشهر رمضان يصومه المؤمن ويوم الفطر يكون سعادة له. فكذلك المؤمن، الدنيا كلها كشهر رمضان ويوم الفطر هو يوم لقاء الله، يوم أن يتعالق الإنسان بطاعاته وقرباته. ها نحن نودع في كل سنة عاما ونستقبل عاما، وهأنت تودع كل يوم حبيب وتترك قريب وتترك صاحب وحبيب، ولكن ما النهاية؟ ما النهاية؟ أمبشر بجنة أو موعود بنار أو ما هي النهاية؟ يتفكر العبد بالنار فيسأل نفسه هذه الأسئلة: ما نهاية طفولتك؟ وما نهاية مراهقتك؟ وما نهاية شبابك؟ وما نهاية شيخوختك؟ احفظها، هي أربع. احفظها: إن كنت تريد أن تقيم حياتك بأنك من أسعد الناس، إن العبد المؤمن معاشر الأحبة لا يدرك أن هذه الدنيا في الحقيقة ممرات قصيرة وأوقات يسيرة. قال ربنا تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فسأل العابدين: انظر إلى ولدك، كم عمره؟ 10 أو 20 أو 30؟ لقد مضت أيامها سريعا. انظر إلى حياتك، كم عمرك؟ 40 أو 50 أو 60؟ لقد مضت بكرباتها وأفراحها وأحزانها، لقد مضت حياتك بأكملها، وأنت تودع عاما تلو عام. كم لبث أهل القبور؟ لو تكلم أهل القبور فما يقولون لنا؟ لو تكلم أهل القبور فما عساهم أن ينصحوننا؟ لو تكلم الموتى، ما عساهم أن يقولون؟ لو تكلم أولئك ما عساهم أن ينطقون؟ إنها النهايات التي لو فكر فيها كل إنسان منا أن يفكر أن ينهي عاماً، وقد استودع رصيدا عظيما في الجنة ينتظره يوم القدوم على الله. إنها النهاية. إنك تودع عاما أيها المؤمن الكريم، وتستقبل عاما، وفي كل يوم تودع يوما وتستقبل يوم، فليكن ذلك لك واعظا: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. واعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا وصية جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذه النهايات. فاختم حياتك بما يحب الله، أو يكون عامك القادم خيرا من عامك الماضي، أو يكون أسبوعك القادم خيرا من أسبوعك الماضي، أو تكون حياتك وعلمك ودراستك حجة لك أو حجة عليك.
اللهم اجعل نهايتنا إلى السعادة، اللهم اجعل نهايتنا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اللهم اجعل نهاية شبابنا صلاحا وتقوى، واجعل نهاية شيخوخنا راحة وسعادة، واجعل نهاية الدنيا لقاء